فكانت نشوف لذيذة. بقى ايفا كوزماتكس بقى، مستحضره التجميل، ومين ما يعرفش ايفا بالكولاجين؟ تاني في بيوتنا كلنا دايما اللي هي البطرمان بتاع ايفا بالكولاجين ده موجود عند كل الستات. نشوف مصنع ايفا كوزماتكس، دليل على بدايه الرحله الطويله اللي بنت الامبراطوريه دي النهارده. رحله ال 300 منتج دول بيبداوا كلهم هنا في مخزن المواد الخام اللي اغلبها جاي من مصر، وبعد فحص المواد الخام باحدث الطرق المعتمده عالميا بندخل على اول مرحله في التصنيع، الخلط. الخلط هنا بيعتمد احنا عاوزين نطلع اي نوع من المستحضرات. المكنه بتتحكم في كذا حاجه، اول حاجه نوع مستحضر، هل انا عاوز اعمل كريمه ولا جل ولا سيرم ولا زيت ولا اي نوع من السوائل الاخرى. التركيبات بعد ما بتخلص الخلط بتدخل على التعبئه، وكله بيحصل بشكل مميكن بحيث ان مفيش حد يلمس المنتج الا هو في الكرتونه. ولكن ايفا جروب عندهم مصنع تاني بيعتمد عليه مليون مريض في اليوم الواحد، مصنع ايفا فارما للادويه والمستحضرات الطبيه. في المجمع الصناعي ده اربع مباني بتصنع ادويه شغاله، من مبنى بيصنع حبوب وكبسولات، مبنى بيصنع حقن انتيبيوتيك، مبنى بيصنع كبسولات جيلاتينيه، ومبنى بيصنع فاكسينات. وده اللي بيمكننا ان احنا نقدر نكون بنصدر لاكثر من 42 دوله. كل انتاج مصنع ايفا للتجميل وايفا فارما بيتجمع في المخازن وبيطلع على المواني للتصدير من هنا من مصر للعالم كله في الكونتينر.